عشرات الملايين من دول اللجوء دون تذكرة عودة. تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن الأزمتين الأوكرانية والسودانية فجرتا أوضاع اللاجئين في العالم، إذ أعلنت مفوضية اللاجئين أن إجمالي عدد النازحين في العالم قفز إلى 110 ملايين شخص من 89 مليوناً و300 ألف عام 2021، وارتفع عدد اللاجئين وحدهم إلى 35% من جميع أنحاء العالم، وذلك حتى شهر مايو الماضي، فيما شكل الأطفال 40% من عدد اللاجئين وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة. عدد اللاجئين على مستوى العالم أرجعته مفوضية الأمم المتحدة إلى 10 دول تصدرتها سوريا وأوكرانيا، وتليهما أفغانستان وفنزويلا. فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 6.5 مليون لاجئ في 131 دولة، نحو 77% منهم يقيمون في دول الجوار. وتيرة متصاعدة للاجئين لم يشهدها العالم من قبل، فقد كان عدد اللاجئين في عام 2012 نحو 40 مليوناً، وخلال السنوات العشر التالية تضاعف العدد، وفي بداية 2022 وصل عدد اللاجئين حول العالم طبقاً لتقارير مفوضية الأمم المتحدة إلى نحو 84 مليون لاجئ، وكان ذلك قبل أحداث أوكرانيا التي عقدت المشهد وقدمت أسوأ أزمة شهدها العالم منذ عقود من حيث عدد اللاجئين. فقد أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أسرع وأكبر حركة نزوح شهدها العالم منذ عقود، حيث أجبر نحو 16 مليون شخص على ترك منازلهم منذ بداية العملية العسكرية وحتى الآن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة وتوقعات المنظمة الأممية بتزايد عدد اللاجئين السودانيين الذين اضطروا لترك منازلهم. فقد أدى النزاع إلى فرار أكثر من 3 ملايين شخص من مناطقهم إلى داخل البلاد وخارجها، 90% منهم من النساء والأطفال بحسب المفوضية. وتظل تخوفات مفوضية الأمم المتحدة من تزايد وتيرة أعداد اللاجئين على مستوى العالم، وما إذا كان سيشكل تغير المناخ بجانب النزاعات عقبة إضافية أمام تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين.